طبعا عن هذه التفجيرات القاتلة، القنابل القاتلة، ما نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. والله يتحسبون عليكم أهل البحرين وأهل الخليج، كل يتحسب عليكم على أفعالكم وعلى خطاب الموت، خطاب القتل، خطاب الدم. وشفتوا الصورة مالت عيسى قاسم رافعينه وقبلك وبعدك الدم، ما قالوا لهم نزلوا هالصورة ذي التي تسيء إلى شعب البحرين اللي ما يتكلم عن لا ثقافة الموت ولا ثقافة الدم. طبعا هي يا ليتها وقفت عند هذا الحد. انتوا شفتوا ذاك اليوم او ذيك الايام الرعب اللي عم البحرين، شعب البحرين واخواننا المقيمين وكل العرب وكل الاجانب وكل الفقارة المساكين الايدي العامله اللي جات تشتغل، باكر انتوا لين خستوا في قراكم في اماكنكم واضربوا ذلين الاسيويين قالوا احنا خلاص ما نشيل الخمام. هذه يخدمونكم صح، هم مليونين دينار خسرت شركات النظافة، مليونين دينار عليكم الحسبة خسائرها بسبب التخريب اللي تعرضت لأجهزته وسياراته ودرامات القمامة مالتي، مليونين دينار. أحد يسوي في بلادي كذي بطلت الشركة وبطل غيرها، قال لك أنا إيش لا أخذها، إيش لا أخذ المقاولة، ما بيها ما تسوى خسارة، تميتوا عارف خياسكم، ايش خسرتكم؟ خمام فقير مسكين جاي من الصبح الساعة 4:30 3:30 بيشيل الخمام، اخمامكم يا الدمرين ينقتل، ريال مع عياله لو فرضا بيشغل سيارته وشاف هالكرتون ذي وفيه هالقنبلة اللي حاطينه يروح هو وعياله في جريمة قتل بشعة نكراء تستنكرها كل أديان السماوات والأرض. بل 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 حسبي الله عليكم وحسبي الله على من علمكم من لقنكم ثقافة الموت، حسبي الله والله تحسب علي في هالبرنامج. انزل وييتوا ييتوا هناك حضراتكم ورقمتوا وحرقتوا مخزن للسيارات، لا صاحبه سوى فيكم شيء ولا العاملين ولا احد، اعمال عنف تريدون اثاره الرعب والخوف في الشارع البحريني، حرقتوا لكم ما يقرب من 60 سياره حرقتوها حراق بالبترول وغير البترول وشعلتوها ومشيتوا بطوله. يا سلام على هالبطوله، فتحتوا عكا، يا سلام على هالبطولات الجبانة اللي تأتيك في عقب أنصاف الليالي وتعمل عملها وتروح. هذه عمل، حط اللقطات يا أخوي حطها خلي يشوفون، شوفوا 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 شلون، شوفوا شلون السيارات راحت. هذا مواطن بغض النظر عن صاحبه من يكون، مواطن وبيستفيدون منها مواطنين وحاجزينها مواطنين ودافعين فلوس، حرقتوا لكم 60 سيارة، ما حد قال لكم بومب من ربعكم؟ ياتني الجمعيات، خلي هذه شوي اللقطة وأنا أسولف، يات الجمعيات المعارضة، طبعا أنا أقصد الوفاق والجمعيات هذيك الذيلية التابعة اللي خبركم تقودها الوفاق وأنا سميتها قوديني وأنا خروفج، اجتمعوا وطلعوا لنا بيان مهلهل ضعيف فضفاض ندين العنف من كل جانب. يا سلام، الحين أنتوا عارفين من هو اللي سوى العنف، تقولون ندين العنف من كل جانب، هذه حكي. وبعدين وثيقة اللاعنف هذه اللي طلعتوها، هذه وثيقة ترى ما تبرئكم من تهمة ان انتوا حرضتوا بخطابات الموت وثقافة الموت وثقافة الدم وثقافة العنف. قلنا لكم دينوا العنف، قلنا لكم تحكوا لا تخلونا فضفاض مني ومني والعنف مني والعنف مني، حكي هذا ما يمشي، قولوا العنف الصادر من مصدره وتعرفون مصدره وتعرفون سببه، وألف مرة قلنا كانت انتو أسترتوا بيان العنف حق الخارج إن تشوفوني احنا سلميين خلاص قضي الأمر، الخارج درابكم إن انتو أهل عنف، الصامت عن العنف مثل مرتكب العنف. الشيء اللي أنا ما استنكره استنكار حقيقي بأعلى الصوت وبأوضح العبارات فمعنات أن أنا شريك في الجريمة، هذا ما يقوله المنطق العلمي والسياسي والاجتماعي.
بيان فضفاض مطاط يركب على جنت صادرين ادلاق انتو حك الريد انتو بيان سياسي خلوه واضح دقيق. اللي ارتكب العنف معروف فليوجه له الكلام، واللي بتشبدك اكثر يوم قالوا الحكومه مدبر السالفه. هذه عاد اللي تفتقت عنها عبقريه الاغبياء. اذا للاغبياء عبقريه فهي اللي تفتقت بهذا المنطق، ما بقول الاحول، بهذا المنطق المكسر المكسح الميت اللي شو اقول. وان بحد ترددونه يعني الحين هل يعقل في اي منطق في اي سيره حكومات في اي سيره بلدان ان حكومه الطز عينها بيدها الطز عينها بصبعها؟ شفتوا انتوا حكومه تطق روحها، حكومه تشرد الاستثمارات، حكومه تشرد الايدي العامله، ورا حكومه مينونه. لو حكومه مثلكم وتحب البلد نطوا وقالوا الحكومه هي اللي والله العظيم انه منطق، يعني شر البليه ما يضحك. الحكومه هي اللي اصابعها ورا التفجيرات، والحكومه اللي هي يد، والحكومه بتستغل. تعالوا تعالوا تعالوا، اي منطق هذه؟ استحوا يوسف ربيع اللي سواه لابو دتشه، حسن نصر الله وربعه سووا له هناك منتدى البحرين لحقوق الانسان وراح يعيش. هذه كان في الكشاف، حدك انت في الكشاف حطونك هني مع يهالو. صرت الحين حقوقي وطلعت في تلفزيون العالم وقلت الحكومه مدبر العمليه، انا سامعك. واللي مشكل ومشكل ومشكل ياك الاسود المنظر الكبير، والله قلت لكم انا اثول ما نلوم فيه وملقبته بهاللقب، ولا يقول الحكومه هي اللي بتستغل هالشيء. ابي تحط يا اخي لي ابو قصاي من يوم المذيع، بعلق شوي على المذيع وبارد عقب على 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 الاسود. اسمع اسمع السالفه انت، بس اسمع السالفه وعقب وعقب. هاي في اعتقد في المنار، المهم مو في وين، مهم من محطات الخموه. وسمعوا شو يقول، سمعوا المذيع وسمعوا جوابه هو. حطه يا اخوي. وفي سياق متصل أعلن مجلس علماء البحرين عن إقامة صلاة الجمعة المقبلة في الدراز استنكارا للإساءات الموجهة لآية الله الشيخ عيسى قاسم من قبل السلطة. ومعنا القيادي في جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية علي الأسود من لندن. سيد علي، هناك تخوف من المعارضة من استغلال حادثة مقتل الأسيويين لأهداف سياسية، هل هذا التخوف مبني على شكوك بكيفية مقتلهما أم على معلومات عن محاولات لتصعيد الموقف؟ يعني الفكرة باتت واضحة الآن. قبل قليل عدد من وزراء العائلة بدأوا في التصريحات عبر تويتر بأن هذه الأحداث الأمنية اليوم يعني لا تفتح المجال أمام الحوار السياسي، وأن الحوار الآن أو باب الحوار لم يعد مفتوحا لأن شعب البحرين يريد تطبيق القانون. هذه التصريحات وغيرها، وأعتقد أنه سوف تأتي تصريحات أخرى إما هذا اليوم أو صباح الغد بنفس السياق، وستحرك الماكينة الإعلامية الرسمية في البحرين من أجل يعني الاستفادة من هذا الحدث الأمني لإبعاد فكرة الحل السياسي. الصراع سياسي دستوري قانوني بامتياز، لا يمكن الفرار من الاستحقاقات شعب البحرين أمام أحداث أمنية لا نعلم حقيقة من يقف وراء هذه الأحداث سوى من يريدون شرا بالوطن، وسوى الذين لا يريدون أن تتحقق الديمقراطية في البحرين. يعني برأيك كيف يمكن الاستغلال بأي شيء؟ هل ب إصدار أحكام قاسية، هل باعتقالات أم بتطويق أمني؟ أقول هنا يعني في هذه المداخلة، السيد بوسنر في جنيف في الشهر الماضي حينما كان وفد المعارضة من الجمعيات الأهلية في جنيف، تحدث السيد بوسنر بوضوح تام وقال بأنكم سوف تشهدون في الفترة القادمة أشهرا صعبة. يعني وردت عدة تحليلات حول ماذا يقصد بوسنر وهو مساعد لوزيرة الخارجية الأمريكية من الأشهر الصعبة، وبدأت في أكتوبر حينما تم استدعاء
سماحه الامين العام لجمعيه الوفاق، وبعد ذلك حينما تم يعني الحديث بشكل واضح من قبل وزير العدل عن ايه الله الشيخ عيسى احمد قاسم في محاوله لاستهداف هذا الرمز الوطني الكبير، وتلا ذلك عدد من الاعتقالات واصدار احكام وقوانين يعني غير عادله مجحفه، كان اهمها مثلا محاوله اصدار قانون يجرم ولي الامر للاولاد او للشباب الذين يتظاهرون. العديد من الامور تسارعت كثيرا خلال الفتره الماضيه، خلال الاسبوعين او الثلاثه الاسابيع الماضيه، في محاوله للتيار المتشدد في البحرين لابعاد فكره الحل السياسي والاستعانه ب يعني بالاحداث او الاستعانه بنتائج الاحداث الامنيه لتعطيل اي حل سياسي. سمعتون مذيع شو يقول له؟ يقول له اقامه صلاه الجمعه لايه الله عيسى قاسم في الدراس. اي دراس؟ اي دراس؟ الله يهدوك. هاي الدراس، دراس خياط هو. عيسى قاسم خياط؟ لو خباز. دراس الدراس الدراس، ويرد لك هذه جاوبه. ويقول ان الحكومه بتستغل الحوادث الامنيه لعدم الوصول الى حل سياسي. اي حل سياسي انتم اللي رافضينه؟ انتم بنفسكم رفضتوا كل الحلول السياسيه اللي طرحتها الحكومه. يا الاسود يا الاثول، احنا شو نقول؟ سنتين استح على وجهك، استح على وجهك من هالكذب، اخجل من نفسك. العالم يدري ان البحرين طرحت كم مبادره. والله والله عيزنا واحنا نعد كم مبادره، من مبادره ولي العهد في مارس 2011 والمبادرات مستمرة، ومبادرة الحوار الوطني، وطلعتوا ما رحتوا ورفضتوا المشاركة في ما رحتوا نص جلسة وطلعتوا، ومبادرة ومبادرة، وانتوا اللي ترفضون الحل السياسي. قدمت الحكومة وقدم الحكم والحكومة مرات ومرات، من يرفضه؟ تعالوا بنجيب وثيقة المنامة حاطين فيها شروطنا، هذه هي الحل، طلب عينك هي الحل. شعب البحرين يرفضها، الأغلبية من شعب البحرين طلعوهم برع، وإحنا نتحاور مع الحكومة. لا، وتقولون بعد نتفاوض، أنتوا حكومة تفاوض مع حكومة؟ استحوا خيلوا. وشعب البحرين ما له قيمة، ما له مكان. مكونات الأخرى رفضتوا جميع الحلول السياسية رفضا قاطعا. الحين تمتحت لي وقلت إن الحكومة بتستغل الحوادث الأمنية لعدم الوصول لحل سياسي. استح سياسي انت والله العظيم، ما ادري شلون دخلوك، بس انتوا لا، هذه نائب ذي، هذه لا تخلونا يا وفاق، اي وقفوه، لا تحكي ذي يفشلكم، كلامك كله ضدكم. احد يقول ان الحكومه ما تبي الحل السياسي، هاي سياسي، هذه محلل. والله العظيم انا قلت لكم جيبوا ناس تعرف تتكلم، يجيبوا ناس اللي عندها منطق، عندها أسلوب، عندها حجج، على الأقل تملك حجة حقيقية، تملك منطق حقيقي، تملك قوة في كلامها. ما قدرت تدافع عن التفجيرات 100% يا الأثول، ما بتقدر، لا أنت ولا اللي أكبر منك، ولا رئيسك ولا مرجعيتك عيسى قاسم، ولا اللي أكبر مني عندكم يقدر أن يدافع عن التفجيرات أو أن يبرر لها. التفجيرات مدانة 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 من شعب البحرين ومن الشعب العربي ومن كل الشعوب الأوروبية والأمريكية، كل شعوب الكرة الأرضية. القتل مدان، قتلت ناس أبرياء، ما طلعت بيان حقيقي صريح واضح. مو تقول الحكومة بتستغل، يلي ما تستحي تستغل الحادث وتوقف الحل السياسي. الحكومة تقدمت بألف حل وحل وألف مبادرة ومبادرة، من رفضها؟ أجلس معك في حلقة كاملة أنا وجها لوجه، أتحداك وأتحدى اللي أكبر منك ويبلكم المبادرات اللي قدمت حكومة البحرين والحكم ورفضها الوفاق، واللي تبعونا رفضوها طبعا ذيلك وياها، ما بتحكي عنهم، خلاص انتهينا منهم. التوابع ذيلين ذيليين، أتحكي عنكم أنتوا رفضتوا طبعا. الأدهى والأمر في الموضوع، الأدهى والأمر في الموضوع، موضوع التفجيرات، أنكم لا تثقون في الأجهزة الأمنية في الدولة، لا تثقون مو بس في الأجهزة الأمنية، في كل جهاز حكومي أنتم ما تثقون. أنتم تريدون سحب الثقة من الحكومة
بهذه الطريقة. تريدون تعطيل أجهزة الدولة، وزاراتها، إداراتها، مؤسساتها، كل شيء يمثل الدولة. يا جماعة أنتم ترفضونه، كل شيء يمثل الدولة ما تثقون فيه. أنا جبت وبايب الحين الأدهى والأمر هالمرة إن مرجعياتكم عيسى قاسم لا يثق في الأجهزة الحكومية كلها، وعلى رأسها طبعا الجهاز الأمني. أدان التفجيرات من كل جانب. عيسى قاسم اللي استمع إلى خطبته يوم الجمعة اللي طافت، هذه خطبته هي إعادة صياغة لبيان الوفاق بالضبط، بس العبارات تختلف لكن المعنى والجوهر واحد. الوفاق أدانة العنف من كل جانب يا عيسى قاسم، وأدانة من كل جانب لا يا عيسى قاسم. العنف أنت تعرف من ارتكبه، أنت تعرف مثل ما أنا عارف، مثل أي أهل يعرف. التفجيرات أعني التفجيرات القتل تعرف من ارتكبه، ويجب إدانة من ارتكب عملية القتل والتفجير الأبرياء. ويقول لابد من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، سمعتوا؟ أو لجنة محايدة، هو بالضبط قال لجنة محايدة. هذه كلمة لجنة محايدة بوقف عندها، بس أبي بقصي يحط لي اللي يقول إن لابد من تشكيل لجنة مستقلة أو لجنة محايدة، حطها خلي الناس تسمع، يعني تحقق في الجريمة، حطها. التفجيرات الأخيرة تفجيرات مزعجة ظالمة مؤلمة، تأتي في وسط تتصاعد فيه تصريحات وإجراءات موازية لا تشعر منها إلا أنها في اتجاه التصعيد. يجري هذا في الوقت الذي تعلو فيه أصوات من الداخل والخارج منادية بالإصلاح المنقذ وتطويق الأزمة والتخلص منها. ثانياً، أي تفجير يكون قد وقع أو يمكن أن يقع أبعد الله ذلك من أي جهة كان مرفوض ومدان، وهو استخفاف صارخ بحرمة الإنسان، ولا مكان له من حرمة الدماء ومصلحة الوطن وسد أبواب الفتنة والخروج من الأزمة، ولا قبول على الإطلاق لأي أسلوب من أساليب العنف والعدوان. ثالثاً، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويرتفع الغموض الذي يكتنف هذه الحوادث وتعرف الجهة الجانية فتدانى بعينها، لا بد من لجنة تحقيق مستقلة. سمعتوا؟ تفجيرات حدثت في البحرين وقتلت ناس مقيمين آسيويين. ومسؤولة عن التحقيق الأجهزة البحرينية تريد سحب السيادة من أجهزة الدولة. شفتوا اللف شلون انتبهوا حق أسلوبهم. لا أحد يخدع خطاب عيسى قاسم أو خطاب علي سلمان أو لغة عيسى قاسم أو لغة علي سلمان أو لغة فلان. يتهيدنون وقت الصيج، وقت القوة تشوفهم يتخاتلون، لكن كلامهم ترى ما يختلف. انتبهوا إلى التقية السياسية المستمدة من مذهبية التقية الدينية. انتبهوا إلى التقية السياسية. هو قال نفس الكلام عيسى قاسم، ايش قال في خطابه؟ لغته كان هادئ، لكن مضمون الخطاب ومفردة الخطاب ولغة الخطاب كانت بالضبط كلها اللغة السابقة. أدان العنف من كل جانب، لا، رجل دين يتحمل مسؤوليته ويدين العنف من الجانب الصادر منه، وكل البحرين وكل والخارج والخليج يعرف من وين. ليش ما قلت من؟ طيب، رقم 2، لماذا تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الحوادث؟ حوادث التفجيرات يا أخي في 1000 جهاز أمني في البحرين. الداخلية عيال شغلها، أنت تبي تحيد الداخلية، تبون تسحبون البساط من تحت أجهزة الدولة وما تعترفون بأجهزة الدولة ولا بوزاراتها ولا بوزرائها ولا بحكومتها ولا بحكمها. شوف، 1 2 3، انتبهوا يا جماعة الخير. لما أنا أحنتم تلاحظون كلمة والثانية وقالوا
نبي أجهزة لجنة محايدة شوفوا كم قضية، شوفوا كم سالفة، شوفوا كم مرة قالوا لجنة محايدة. مشيمع مرض قالوا ما نثق في الأطباء، نبي طبيب محايد. صارت الأحداث في البحرين قالوا نبي لجنة محايدة تحقق فيه. كل شيء صار الحين تفجيرات في البحرين قالوا نبي لجنة محايدة، كلهم ترى قالوا لجنة محايدة. هذه ما هذه سحب البساط من تحت الدولة وأجهزتها وتعطيلها وشلها، ومن ثم عدم الاعتراف بالدولة وعدم الاعتراف بأجهزتها. يعني إحنا ما نعترف بالدولة ولا نعترف حقوق الإنسان، ما قالوا فتحوا مكتب ويجيبوا لجنة محايدة تشوف ايش سويتوا من توصيات بسيوني. ياللي ما تستحون، ياللي ما تخيلون، انتبهوا يا جماعة. أنا حاجيكم أنتوا أيها الشرفاء في البحرين والخليج العربي والوطن العربي كله، لجنة محايدة من لأي قضية نرفضها. جلالة الملك أمر بتشكيل لجنة بسيوني، قالوا ييبوا لجنة تراقب الحكومة وهي تنفذ التوصيات. يا السلام، يعني احنا ما نعترف بأجهزة الحكومة. ييبوا لجنة من حقوق الإنسان من أمم المتحدة، يعني احنا ما نعترف بالحكومة. ييبوا لجنة تحقق في التفجيرات، عيال بس قفلوها وزارة الداخلية، صكوها، فنشوا اللي فيها يا جماعة وطيعوا عيسى قاسم، طيعوه، الحاكم بأمر الله، طيعوه. قال لكم لجنة، ويبوا لجنة حق مشيمع، وبندوا مستشفياتكم وفنشوا لوادم، ويبوا أجانب واحتلوا البحرين، دشولنا من الدريشة هالمرة، ولا التفتنا إلا بيتنا متروس من الأجانب، وأرضنا متروس من الأجانب، وسيادتنا مأخوذة، وقرارنا مصادر، ولا لنا حق في بلادنا، ولا لنا حق نقرر، ولا إحنا لنا حق نتحكي في أجهزة الحكومة. انتبهوا إلى لعبة الأجهزة المحايدة، مدري اللجان المحايدة، انتبهوا إلى اللجان المحايدة، لا يقصون عليكم، لا توافقونهم على كل شيء. لجنة محايدة هني ولجنة محايدة هني، ولا نلتفت إلا لجنبي داير مدارنا، ولجنبي هو اللي يوقع وهو اللي يامر وهو اللي ينهي، وهم معاه عد ولا هم اللي ذبحتهم الأجانب. والأجانب يجب أن تكون الإدانة مرة أخرى، اللي يبي دين التفجيرات وعمليات القتل يجب أن تكون الإدانة واضحة وموجهة إلى الجهة التي قتلت وهي معروفة. صحيح مو معروف الفرد اللي ارتكب الجريمة، لكن معروفة الجهة، معروفة الجماعة. اسأل أصغر ياهل ما دش المدرسة بيقول لك، ولا تسوون لكم حاكر مانكر العنف من الطرفين المتسبب في العنف. لا تروحون تتركون السبب وتروحون حق النتيجة، روحوا حق السبب، روحوا حق جذر المشكلة. التفجيرات مدانة، وأول ما يدان فيها هو خطاب العنف. وأناشد الحكومة، حكومة البحرين باسم الخليج العربي، أن تجتث من اليوم كل خطاب للعنف. ما بنهدأ ولا بيطمئن لنا بال إلا لما نشيل السبب، لا نروح بس حق النتيجة ونقبض على اللي ارتكب، يجب القبض عليه، لكن يجب أيضا مصادرة خطاب العنف، خطاب الدم. حط لي فاصل يا أخوي.